أهلا بكم في مرايا. التشيع بوصفه اتجاه داخل هذه المنطقة العربية ليس وليد اليوم، هو جزء من قصة البدايات، بدايات التاريخ الإسلامي نفسه. لقد كان التشيع يعني وصفا سياسيا لمناصري حق آل البيت بالحكم والسلطة. مع مرور القرون تحول لمذهب قائم بذاته. نتحدث هنا يعني طبعا عن الاتجاه الرئيس داخل التشيع الذي هو المدرسة الإمامية أو الجعفرية أو الاثني عشرية، كلها أسماء لمسمى واحد. إذا نحن لا نتحدث عن خلاف طارئ ولد اليوم أو مع اندلاع ثورة الملالي الخمينية في إيران عام 1979 أو حتى في أثناء عهود الدولة الصفوية قبل عدة قرون، بل نتحدث عن ذاكرة تاريخية قديمة. فما جرى كالعادة كان محاولة لاستغلال هذه الطاقة الوجدانية الشيعية لصالح مشروع سلطة سياسية محددة، وإعادة تعبئة العواطف والعقول للمزج التام بين الهوية الشيعية هذه وبين المشروع السياسي. والحقيقة دعونا نكون محددين أكثر. المشروع الذي نتحدث عنه هنا هو المشروع الخميني الإيراني في عصرنا الحديث، وخطورة ما جرى من إيران الخمينية هو إعادة تعريف الشيعة بوصفهم جزءا عضويا من المشروع الإيراني السياسي لشيعة العالم كله، وعلى الأخص الشيعة العرب، أو على الأقل هكذا يحاول المخطط الإيراني. لكن هذا المسعى الخطير لم يكن بلا مقاومة أو رفض من قبل علماء وزعماء ومثقفين من أبناء الشيعة العرب، خاصة وأن في تاريخنا الإسلامي والعربي العديد يعني من رموز الشعر والأدب والسياسة من أبناء الشيعة. يعني يكفي أن نتذكر هنا على سبيل المثال المتنبي ودعبل الخزاعي، الشريف الرضي، سيف الدولة الحمداني وغيرهم من بناة الذائقة العربية القديمة. وفي عصرنا الحالي وبصوت عال ورفيع أعلن رموز من الشيعة العرب رفضهم لهذا الاختطاف الإيراني الخميني لمجمل الشيعة العرب. أولا الشعور بأن الإنسان الشيعي أو الجماعة الشيعية المسلمة الشيعية في هذا المجتمع أو ذاك من المجتمعات العربية أو غير العربية أنه لا ينتمي إلى مجتمعه، بل هو ينتمي إلى مجتمع آخر مثلا أو إلى إطار آخر، والقول بأنه هو لا ينتمي إلى نظام المصالح الوطني بل ينتمي إلى نظام مصالح آخر، وبعض النزعات التي حاولت استغلال حالات تاريخية مؤسفة مرت على المسلمين الشيعة لإيهامهم أو إيهام بعضهم هنا أو هناك بأنه يمكن أن يكون لهم ضمن الاجتماع الوطني مشروع خاص. هذا الأمر أنا لا أراه مشروعا من الناحية الدينية الفقهية ولا من الناحية السياسية. العلامة المرحوم السيد محمد مهدي شمس الدين الذي سمعناه ورأيناه هو لمن يعلم قيمة كبيرة داخل الفكر الإسلامي والهوية العربية، وقد كان صوته مؤثرا في الاعتراض على نظرية ولاية الفقيه والتأكيد على أن الشيعة قبل كونهم شيعة هم مواطنون في دولهم العربية. هذا هو الأول وهذا هو الأخير. وعلى مجرى العلامة شمس الدين تحدث علامة آخر من جبل عامل. من ولاية الفقيه على المستوى السياسي انتقلت من دائرة البحث الفقهي لتصبح نظاما سياسيا في إيران. نحن لا نعارض أن يختار الشعب الإيراني ولاية الفقيه أوليا فقيها يكون حاكما له، هذا شأن من شؤون الشعب الإيراني، وليس لهذه الولاية حدود عابرة للأوطان وللشعوب، وإنما هي مرتبطة بالشعب الذي اختارها وأرادها، فهذا شأنه. وهناك من يرفضها داخل إيران، وجرت مثلا مظاهرات كثيرة ضد ولاية الفقيه في 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 طهران في قبل سنوات عديدة، فإذا وكانوا من علماء الدين، إذن لو كانت من المعتقد الشيعي كيف تظاهر ضد هذه المسألة؟ إذن ليست معتقدا شيعيا، وإنما هي أصبحت نظرية سياسية، ومن حق الشعب أن يرفض هذه النظرية السياسية أو يقبلها. بالفعل نظرية سياسية وليست دين،
والعلماء الدين الذين اعترضوا من داخل إيران على هذه النظرية كثر، ومنهم مراجع عرب مثل العلامة الخاقاني. الحقيقة أن السيد علي الأمين يعتبر أوضح صوت ديني معنوي معارض للمشروع الإيراني ولأداة هذا المشروع في لبنان وبلاد الشام، طبعا حزب الله. وبالمناسبة أسرة السيد الأمين هي من أبرز الأسر العلمية الشيعية في لبنان منذ عقود وعقود، يعني يكفي أن نتذكر هنا علامة الشيعة الأكبر محسن الأمين، ومحسن الأمين هو عين أعيان الشيعة وصاحب الأعيان. لكن هل نفع هذا التأثير المعنوي كله في التأثير أو في التغيير لدى جهاز الاستقبال لدى العنصر المنتمي لحزب الله؟ اللهم إني أجدد، اللهم إني أجدد في هذا اليوم، في هذا اليوم وفي كل يوم، وفي كل يوم لنهج إمامنا الخميني، لنهج إمامنا الخميني، لنهج إمامنا الخميني، لنهج إمامنا الخميني عهدا، عهدا وعقدا، وعقدا وبيعة في رقبتي إلى يوم القيامة، وبيعة في رقبتي إلى يوم القيامة. اللهم إني، اللهم إني أجدد البيعة، أجدد البيعة في هذا اليوم، في هذا اليوم وفي كل يوم، وفي كل يوم للإمام، للإمام آية الله خميني، آية تقبل منا بيعتنا يا الله، اللهم تقبل منا بيعتنا يا الله. هذا كان أمين عام حزب الله الأسبق عباس الموسوي، وهو كما ترون يربي أتباع الحزب على الارتهان للولي الفقيه والدوران في فلكه، ويأخذ له البيعة الملزمة، يعني بيعة تأتي محلقة من بقاع لبنان وجنوبه إلى ربى طهران وحوزة قم. هذا الاعتراض على المشروع الإيراني لم يقتصر على لبنان الحقيقة، بل وصل للجار الأقرب للعراق، الجار الأقرب لإيران اللي هو العراق، والعراق كما نعلم هو عراق العروبة وعراق التكوين والفجر العربي والأدب العربي والإسلامي، عراق الجاحظ والرشيد. فالرهان على إيران هو رهان خاسر، وستشهد الأيام. وستشهد الأيام من الآن سار ويسير في ركاب إيران كيف سيتخلى عن إيران، كيف سيتبرأ عن إيران، كيف سيكون هو صاحب القومية والحرية والاشتراكية والوحدة والعروبة. صرخة السيد الصرخي ما زالت تعلو في بطائح العراق وأهواره وجباله، وهو صوت يعبر عن الاعتزاز العراقي بالهوية الخاصة، وهي لا شك هوية محل فخر. لكن هناك غير الصرخي يعلن هذا الاستقلال الصارم الناجز للإنسان العراقي عن أحلام الولي الفقيه، وهم كثر والمجال لا يتسع لذكرهم. الحقيقة أن إيران دولة تمثل شعبا عظيما متحضرا له تاريخ ثري ومؤثر في إقليمه العربي والآسيوي، ولكن ما جرى بعد ثورة الخميني هو سعي لاختطاف شيعة العرب، كما هو في نفس المقام سعي لاختطاف ثورة الشعب الإيراني نفسه، وهذا ما لا يكون ولن يكون. قال الشاعر الذي أيس من قتل خصمه في حلبة الصراع: اقتلوني ومالكا، واقتلوا مالكا معي. إلى اللقاء.